مرحبا بكم من داخل أرضية ملعب شهداء بنينة، فريقي الأهلي والتحدي. فيصل السور، مصطفى بن سعود، محمود الرملي، ويقوم بالإشراف فنيا على فريق التحدي اللاعب السابق الدولي فرج ميلو. ويرسل الكرة باليسار، معتز بن عامر يحاول أن يغير مسار الكرة. تعود من جديد إلى معتز المهدي، تصل أمام موسس والهدف الأول، أو أعتقد سيدومبا يسجل الهدف الأول. إذن الهدف الأول لفائدة فريق الأهلي. شوف الإعادة من جديد، معتز المهدي كان محالف له الحظ في لعب الكرة أمام سيدومبا، إدوارد سيدومبا، والذي يسجل الهدف الثالث له مع فريق الأهلي. إدوارد سيدومبا. إيمان كايتا ومعتز، تعود من جديد الآن إلى حسام. حسام البشير المعار من البنزرتي التونسي في اتجاه البرعصي. عبد الرحمن أمام إيهاب القزون، ولكن يستفيد من مساحة، ينقل كرة جميلة جدا، هذه الكرة جميلة جدا من بدايتها، أتاح لإيهاب القزون المجال بأن هو ينقل الكرة لنفسه ويهيئها بالرجل اليسرى ليقوم بالتسديد في لحظة تقدم عبد الجواد رزق الذي أبدع أكثر كما كنا نشاهده في الدقائق الأولى. عبد الرحمن العمام، معتز المهدي ممكن يسدد الآن مباشرة، يلعب كرة في اتجاه فرج عبد الحفيظ اللي هيئ كرة جميلة إلى إدوارد سودومبا. إدوارد سودومبا أمامه أكثر من لاعب في المنتصف، ولكن أعتقد أن فرج عبد الحفيظ تباطأ مع سودومبا في التحضير. فرج عبد الحفيظ، وهذه تغطية من إيدبو وتسديدة من العماني تواريلا ركنية. أجوار اللي قاله، شفنا فرج عبد الحفيظ الآن في الإعادة، هذا إبعاد إديغون والعمامي مباشرة، قوة الكرة والأهلي. هذه عادة من جديد، شكرا لكل الطاقم الفني المتواجد هنا بملعب شهداء بنينة والذي ينقل هذا اللقاء. والتسديد من القطعاني، وعبد الجواد ينقل الكرة في اتجاه طارق الجمل. معتز بن عامر، تمريرة خاطئة، وعبد الرحمن البرعسي، ولكن العلواني في توقيت صحيح. الآن سيدومبا، إديبور ما يتمكنش من استلام الكرة. الآن حامد الزوي، نقلة سريعة في اتجاه فرج عبد الحفيظ، المفروض يتخلص من الكرة، بالفعل يتخلص من الكرة، والتسديد، ولكن عبد الهادي دخيل. فعلا فرج عبد الحفيظ تخلص من الكرة بشكل سريع. شوفوا الإعادة، بالفعل رغم تقدم عبد الهادي دخيل، ولكن اتجاه العلواني. الآن موسيس، فرج عبد الحفيظ يلعب كرة جميلة جدا، جميلة الفكرة، جميلة التسديدة، لك الحق أن تتحسر يا فرج. تلعب الكرة في اتجاه طارق الجمل، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة. محاورة في منتصف ملعب فريق الأهلي، وتصل إلى معتز المهدي، يسلم كرة جميلة في الناحية اليسرى، أعتقد سيدومبا أمام انطلاقة لهاشم بن دلة، لكن يفكر أن يلعب الكرة في المرمى، وعبد الهادي دخيل في توقيت سليم وإبعاد أسلم الحقيقة. هذا الإعمامي وفرج عبد الحفيظ. شوفوا الإعادة ونشوفوا تدخل عبد الهادي دخيل، كان تدخل في توقيت صحيح الحقيقة. دخيل وفرج عبد الحفيظ يلعب كرة، وتغيير مسار الكرة بالرأس، تغيير مسار الكرة بالرأس، والهدف الثاني، الهدف الثاني تغيير مسار الكرة بالرأس للاعب معتز المهدي. إذن الهدف الثاني للأهلي، معتز المهدي يسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء بعد ما استقبل تمريرة فرج عبد الحفيظ. نشوف الكرة، غير مسار الكرة، سقوط الكرة على الأرض أعتقد أنه زاد من سرعتها، صعب على عبد الهادي دخيل أنه يستلمها. لاحظ الكرة كيف سقطت والمكان اللي سقطت فيه، وكان عبد الهادي دخيل بعيد بعض الشيء. تصل إلى العلواني، الآن عمارة يلعب كرة جميلة، ولا أجمل من عبد الجواد، يهاجم، هل سيصل إلى الشباك؟ نشوفوا الإعادة، تدخل في محارس المرمى، الركنية لم تنفذ بعد،
وكرة لا تزال لدى التعدي، وعبد الجواد من جديد ترتطم بمدافع وتصبح أمامنا اللاعب رقم 4 مبروك رحال. يلعب كرة معتز المهدي الذي يقوم بدور الدفاعي له، وكرة في اتجاه فرج عبد الحفيظ بتمريرة جميلة. فرج عبد الحفيظ وأمام اللاعب لاسي دومبا ممكن يستلم الكرة، ولكن تدخل من إدريس القطعاني إلى عبد الهادي. إذا رمي التماسك وعراقة وتاريخ تجمع لقاءات الفريقين. محاولة تمريرات بينية من لاعبي التحدي تصل من جديد إلى فريق الأهلي عن طريق معتز المهدي. فرصة الدخول لمنطقة، الآن فرصة لعب الكرة بالعرض، يلعب كرة بالعرض، فرصة الهدف الثالث ممكن سيدومبا، لكن يطيح بالكرة، يطيح بالكرة وبشكل عجيب. العشري مدرب حرس الحدود ومدرب انبي، وزار ليبيا مع حرس الحدود ولعب مباراتان مع اثنان من الفرق الليبية في كأس الاتحاد. شفنا فرصة تعسيد، سيعيد الكرة الى اللعب، تعود الكرة من جديد لبن دالة، في حوار من الجهة اليسرى لخط هجوم فريق التحدي. الآن أمام معتز ممكن يلعب كرة في المرمى، يلعب الكرة في المرمى بالفعل ترتطم بالقائمة. هذه هي الإعادة كما قلت، معتز المادي ونشوف التفكير ونشوف النظر بعين مفتوحة، نظر إلى المرمى. تعود الكرة من جديد، معتز طارق الجمل، طارق الجمل الآن من جديد، طارق الجمل وبشكل جميل في اتجاه سيدومبا، وفرصة الهدف الثالث، فرصة الهدف الثالث. أعتقد تباطأ بعض الشيء ولكن نجح في تسجيل الهدف، نجح في تسجيل الهدف، نجح سيدومبا في تسجيل الهدف رغم أنه كان مشترك معاه أكثر من لاعب، أعتقد العماني كان معاه وحنشوفه في الإعادة. إذا الهدف الثالث للأهلي سيدومبا الزيمبابوي. نحن الآن نشهد تسجيل 22 هدف في ملعب شهداء بن يونس. هذا سيدومبا وهذا الهدف الثالث. شوفوا كيف استلم الكرة، كان معاه العمامي وكان معاه معتز، مبروك رحال كان بعيد بعض الشيء، وإيديغون كان بعيد، وعبد الهادي دخيل ليس له ما يحيا إلى الملاعب الرياضية والإسهام في استقرار البلاد وعودة عجلة الحياة من خلال الشباب الرياضي وتواصل الشباب الرياضي. ومعتز المهدي ومحاولة تصل إلى معتز المهدي، لن يكون معتز بن عامر قريبا هذه المرة، بل من الممكن أن يكون عبد الله العرفي، ممكن تسلم الكرة لعبد الله العرفي أو عبد الرحمن العمامي. عبد الرحمن إبراهيم العبيدي ممكن يسدد، يتلقى في العلاج، وهذا حوار بين العرفي ومعتز بن عامر. إدريس كل قلوبنا أن يكون القادم أفضل لبلادنا ونشاطنا الرياضي. ومعتز المهدي يفشل في مرة أولى ولكن ينجح في مرة ثانية، ولكن قد يستحوذ على الكرة بشكل فردي، هذه المرة يتخلص منها وتنفيذ الكرة، وعبد الهادي دخيل يحاول أن يستلمها. أن لؤلؤة من لآلئ الرياضة الليبية تزدان بانتهاء